مشاهدينا، حلقة جديدة من هنا ليبيا، أهلا بكم. وزارة الصناعة تبحث وضع مصانع تبرق. معاناة أهالي محل الطيور بسبها. افتتاح مقر جمعية الكفيف بدرنا. بحث وزير الصناعة بالحكومة الليبية ومدير عام الشركة الوطنية للمطاحن مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق عدة أمور متعلقة بمصنعي الأعلاف والمطاحن في المدينة. نتابع. اليوم زار البلدية معالي وزير الصناعة بالحكومة الليبية لمناقشة المشاكل التي يتعرض لها مصنع الأعلاف في طبرق، وقد اتفق الجميع بموافقة الوزارة أيضا عرض المصنع للاستثمار، وهذا ربما يكون حل للحفاظ على المصنع والحفاظ على العاملين داخل المصنع، لأن المصنع يتعرض الآن للتلف بعدم وجود أي حماية له ولا قطع غيار ولا صيانة. العاملين أيضا بين الحين والآخر يتعرضون لإيقاف الرواتب، ولكن لم يجد وزارة الصناعة لم تجد حلا في هذه الظروف الراهنة حاليا في ليبيا إلا عرض المصنع للاستثمار، وربما يكون هذا حل للجميع. وفي مقابلة حصرية أجراها الزميل محمد شحات، قال وزير الصناعة بالحكومة الليبية محمد السعيدي أن الوزارة تسعى لفتح المجال أمام المستثمرين في مجال الصناعة لما سيحققه هذا المجال من نقلة إلى الاقتصاد الليبي، خاصة في ظل ما يعانيه قطاع الصناعة في الوقت الراهن. كنا في زيارة لمصانع مصنع طبرق، ورأينا مدى التعثر الذي قائم به المصنع، وكذلك العاملين والمشاكل التي يقوم بها التي يعانيها المنتجين داخل المصنع. رؤيتنا أن يكون فيه استثمار حقيقي وفعال لاستمرار هذه المصانع، وكذلك لتدوير عجلة الحياة بهذه المصانع. المصانع تعرضت إلى تخريب، وتعرضت إلى سرقات، وتعرضت إلى وقف كبير منذ سنوات. حاولنا نحل بعض الأمور والمشاكل لهذه المصانع، وعلى أن تكون استمرارية بطرحها للاستثمار في هذا المجال. كما تعلم العزيز أن كل الدول توجهت إلى الاستثمار حقيقي بضخ رأس مال المستثمر، والدولة تتطلع إلى تنمية حقيقية في قصة الاستثمار. هذا الاستثمار سيعود بالنفع وتحريك عجلة الحياة في هذه المصانع. تحدث عبد السلام شهام مختار محلة الطيور بمدينة سبها إلى عدسة هنا ليبيا عن المعاناة التي يعانيها الحي من عدم وجود بنية تحتية أو خدمية للحي. نشاهد. طبعا طيوري طبعا عندنا معاناة كثير بصراحة، يعني يفقر خدمات، جميع الخدمات، صحة وتعليم وطرق والمجاري، جميع يعني الخدمات يعني مفتقر عن طيور مهمشة من الأخير. يعني لا عندنا عيادة، لا عندنا المدرسة الثانوية، لا شيء. طبعا كما تشوفوا يعني حتى الطريق بروح ما عندنا، طرق بروح ما في، والمجاري حشاك، يعني حتى هو يعني ما عندناش مجاري، يعني الخطوط المجاري. ويعني نناشد من جهات يعني اختصاص ذات علاقة، يجب أن ينظر الحي طيور القاهرة، ينظر نظرة خاصة ويجيب لنا خدمات. يعني الوضع يعني بصراحة يعني مش زي محلات ثانية، يعني دائما يعني طيور على هامش الخدمات. يجب أن هذه يعني يجب أن ننظر نظرة خاصة، يعني حتى قمامة، طبعا نشوف قمامة حتى يعني تقدس قمامة، يعني مداخل ومخارج، حتى يعني الجهات الاختصاص المفروض يعني يجوا حيل يقوموا واجبهم. يعني هذا يعني جانب وطني بصراحة، يعني
احنا طبعا نناشد يعني جهة البلدية ومرافق وحتى قاع الشعب قدام طبعا المدخل الرئيسي للمدينة سبها، لكن شوف قطران مكسرة ما فيش طريق، والمجاري يوميا المجاري قاعد يعني عايم على الطريق، هذا كله يعني احنا مدبينا يعني جو يصلحنا الطرق والمجاري. ونشكر قناة دبليو تي في وبارك الله فيكم. مشاهدينا نعود بعد الفاصل. احتفلت جمعية الكفيف بدرنا بافتتاح مقرها الجديد بحضور رسمي لبلدي درنا ومسؤولي قطاعات بالمدينة ووفد من جمعية الكفيف ببنغازي. المقر الجديد يسهل للمكفوفين بالمدينة ممارسة التعليم والحرف اليدوية ومزاولة نشاطهم اليومي. في عمل البحث الجنائي. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اليوم كانت لنا زيارة لمديرية الأمن البيضاء للاطلاع على أهم احتياجات هذه المديرية ومتابعة عمل هذه المديرية، وتم افتتاح قسم البحث الجنائي في هذه المديرية حيث تم تجهيزه وافتتاحها اليوم تاريخ يوم الثلاثاء بتاريخ 25/7. ويعتبر افتتاح هذا القسم قام من قامات المديرية وهو يعتبر بحث جنائي نابض مديرية الأمن وفي مكافحة الجريمة ومتابعة المجرمين والقبض عليهم إن شاء الله. أنا العميد سعيد محمد العجيب رئيس مكتب البحث الجنائي الجبل الأخضر. أنه بتاريخ اليوم الأربعاء الثلاثاء الموافق 25/7/2023 تم افتتاح قسم البحث الجنائي الجبل الأخضر، وذلك بعد الصيانة التي أجريت له من حوالي 3 أشهر تقريبا. وكان افتتاح قد تم عن طريق السيد وزير الداخلية اللواء عصام زريبة، من هو من حضر والافتتاح هذا القسم، ولا يسعني التقدم إليه بخالص الشكر والتقدير على حضوره وزيارته لنا التي كانت لها الأثر الطيب. وكذلك نفيدنا بأن قسم البحث الجنائي أصبح مكتب بناء على تعليمات السيد الوزير، وذلك بإنشاء فروع أخرى داخل مديرية أمن البيضاء نظرا لأهمية هذا المكتب. ويعلم الجميع ما هو دور قسم البحث الجنائي وعمل البحث الجنائي. على مدى يومين نظمت الجمعية الدولية للصليب الأحمر الدولي ورشة عمل خاصة بالصحفيين في مجال القانون الدولي وصحافة الموبايل في مدينة مصراتة، فلنشاهد. طبعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعثة مصراتة تقيم دورة تدريبية للصحفيين لمدة يومين. في اليوم الأول يتم تغطية العديد من المواضيع بما يتعلق في نبذة تعريفية عن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وأيضا أساسيات القانون الدولي الإنساني، وأيضا القصص الإنسانية والتقارير الإنسانية. تستمر هذه الدورة كما تحدثت يومين. في اليوم الثاني سوف يتم تغطية الجانب الخاص بصحافة الموبايل لعدد من الصحفيين من مدينة مصراتة. الصحفيين تفاعلوا بشكل ممتاز مع الدورة الصحفية ومع المواضيع التي تم مناقشتها خلال اليوم الأول من هذه الدورة. رضوان خشيم صحفي ليبي، كنت مشارك في الدورة التي أقامتها اليوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. للأمانة المدربين طرحوا عدة جوانب مهمة كانت بالنسبة لي وتعريفية، وأوضحت عديد من الأمور كانت غائبة عني. أهم جزئية ممكن بالنسبة لي أن يتكلموا عليها المتدربين ما يتعلق بالصحفيين وحقوق الصحفيين في الحرب والطرق التي يجب أن تتعامل بها اللجنة الدولية أو أطراف النزاع أو الحروب مع الصحفيين، كانت إضافة جدا مهمة بالنسبة لي.
نظمت وزارة العمل والتأهيل في طرابلس ندوة حوارية بعنوان دور الحوكمة الرشيدة في تطوير سوق العمل وتنمية الموارد البشرية بالوظيفة العامة، بحضور عدد من رؤساء المنظمات العربية وبعض من الوزراء والمهتمين بتطوير القطاع الحكومي. نظمت وزارة العمل والتأهيل في طرابلس ندوة حوارية بعنوان دور الحوكمة الرشيدة في تطوير سوق العمل وتنمية الموارد البشرية بالوظيفة العامة، بمشاركة وزير العمل علي العابد وبحضور السادة مدير عام منظمة العمل العربية ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ناصر القحطاني ونخبة من الخبراء والمختصين. ومما لا شك فيه أن الندوة التي يتم عقدها اليوم وهي خاصة باستخدام الحوكمة الرشيدة لرفع كفاءة الموظف العمومي أو الموظف الحكومي لتحقيق أهداف المؤسسات الوطنية بالكفاءة والفعالية المطلوبة هو في صلب اهتمام المنظمة، ويمكن أن عملية التطوير المؤسسي التي تتم في أي مؤسسة تعني شيئين: أولا تطوير النظم والهياكل والإجراءات القائمة على عمل هذه المؤسسات، كذلك تطوير المورد البشري بالمعارف والمهارات اللازمة لتمكنه من تحقيق أهداف الوظيفة والمهام التي يقوم بها على هذا النظام. خلال هذه الندوة تم التأكيد على أهمية تعزيز دور منظمات العمل العربي باعتبارها هي أهم ركائز العمل العربي المشترك خصوصا في قطاع العمل، كما تم التركيز على تبادل الخبرات للمساعدة في تحديد المبادرات الناجحة لتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة وتقوية العلاقات بين المستويات الحكومية. الهدف من هذه الورشة هو التركيز والإفصاح عما قامت به الدولة الليبية في الحوكمة الرشيدة والإصلاح الإداري والوظيفي اللي وزارتي العمل والتأهيل والخدمة المدنية قائمين به في ظل حكومة الوحدة الوطنية. ما المتوقع من مخرجات هذا الحدث اليوم؟ كلنا أمل في الله أولا ثم في المنظمتين اللي في استضافتنا في أنهم يعاونونا في مجال التدريب الإداري والوظيفي لكوادر وزارتي العمل والتأهيل والخدمة المدنية اللي هم أساس بناء كل شيء في مؤسسات الدولة الليبية. فيما أشار القحطاني في كلمته على أهمية أسس التنمية وما تبذله المنظمة في سبيل تطوير التنمية واهتمامها بقضاياها الشاملة ومساعيها لتحقيق هذه الرسالة، كما أنها تهتم بالأبحاث والدراسات في هذا الشأن، وتصدر المنظمة مجلة محكمة تهتم بالتنمية الإدارية. إسراء شكري، قناة دبليو تي في، طرابلس. افتتح بمدينة البيضاء وبحضور وزير الداخلية المبنى الإداري الجديد لمكتب البحث الجنائي البيضاء، وذلك عقب الصيانة الشاملة التي أجريت له مؤخرا والتي لحقها ترفيع الجهاز من قسم إلى مكتب ينضم تحته عدد من الفروع بالجبل الأخضر، نظير العمل الكبير الذي قدمه جهاز البحث الجنائي البيضاء طيلة الأعوام الماضية. في عمل البحث الجنائي. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اليوم كانت لنا زيارة لمديرية الأمن البيضاء للاطلاع على أهم احتياجات هذه المديرية ومتابعة عمل هذه المديرية، وتم افتتاح قسم البحث الجنائي في هذه المديرية حيث تم تجهيزه وافتتاحها اليوم تاريخ يوم الثلاثاء بتاريخ 25/7، ويعتبر افتتاح هذا القسم قام من قامات المديرية وهو يعتبر البحث الجنائي نابض مديرية الأمن وفي مكافحة الجريمة ومتابعة المجرمين والقبض عليهم إن شاء الله. أنا العميد سعيد محمد رجيل رئيس مكتب البحث الجنائي الجبل الأخضر، أنه بتاريخ اليوم الأربعاء الثلاثاء الموافق 25/7/2023 تم افتتاح قسم البحث الجنائي الجبل الأخضر، وذلك بعد الصيانة التي جرت له من حوالي 3 أشهر تقريبا. وكان افتتاح قد تم عن طريق السيد وزير الداخلية اللواء عصام زريبة، من هو من حضر
والافتتاح هذا القسم، وأولى الإسعاد نتقدم إليه بخالص الشكر والتقدير على حضوره وزيارته لنا التي كانت لها الأثر الطيب، وكذلك نفيدنا بأن قسم البحث الجنائي أصبح مكتب بناء على تعليمات السيد الوزير، وذلك بإنشاء فروع أخرى داخل مديرية أمن البيضاء نظرا لأهمية هذا المكتب، ويعلم الجميع ما هو دور قسم البحث الجنائي وعمل البحث الجنائي. وبهذا نصل إلى نهاية حلقتنا، أمسية طيبة وإلى اللقاء.